دولاراتك راحت يا صابر. مستريح الكويت كشف مافيا السوق السودا في الخارج. زمان قالوا امشي عادل يحتار عدوك فيه، وقالوا كمان مفيش أحلى من الرسمي، والطمع نهايته ندم. إيه اللي حصل في الكويت وقصة أكبر عملية نصب على المصريين والناس الشقيانة في الغربة، وليه سلموا نفسهم للنصابين، والدرس الكبير اللي اتعلموا المغتربين. مع بداية أزمة الدولار في مصر بسبب الصراع الروسي الأوكراني، ظهرت السوق السوداء للعملة والمضاربة في سعر الدولار. ولما الموضوع كان مربح، قرر تجار كتير يوسعوا عملهم ويشغلوا شبكات وناس كتير وتجار عشان يلموا أكتر مبالغ من الدولار من السوق لما الطمع عماهم. والطمع ده خلى التجار تشتري الدولار قبل ما ينزل مصر، وعملوا شبكات لشراء العملاء من المغتربين في الخارج بسعر أعلى، وتحويل الفلوس لأهاليهم بالمصري من خلال حسابات بنكية في مصر، وبكده ياخدوا الدولار والدينار والدرهم من المصريين برا ويبعتوا لهم بالجنيه المصري هنا. وده كان سبب انخفاض عائدات تحويلات المصريين في الخارج قبل ما تقع المصيبة، والبداية كانت في الكويت. تاجر وصاحب صرافة في الكويت أقنع المصريين إنه هيخدمهم وياخد منهم الدولارات والدينار الكويتي ويحوله لهم بالمصري لأهليهم، ولأن معاه شركة صرافة محدش شك فيه. لكن الراجل طلع نصاب كبير واستولى على ملايين الدولارات والجنيهات وهربهم مع مراته، وراحت دولاراتك يا صابر. واللي حصل في الكويت حصل في بلاد تانية بشكل أقل، لكن الحوادث دي خلت جزء كبير من التحويلات ترجع في الطريق الشرعي من خلال البنوك الحكومية. بانكير نبض البنوك.